عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف حفيظ دراجي من ملعب لوسيل بقطر ماذا يقول. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. هيا بنا نسمع. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأفاضل، أحييكم وأرحب بكم من هنا من عام ملعب لوسيل، ملعب النهائي أكبر ملعب المونديال، 89,000 متفرج اليوم كانوا شاهدين على تتويج ليونيل ميسي بالكأس الغالية، الكأس التي انتظرها لأكثر من 15 سنة. قبل الحديث عن هذه المباراة النهائية المجنونة مع المعلق الرياضي الشهير حفيظ الدراجي، أود أن أسألك في البداية، هل هي أهم مباراة في حياتك المهنية؟ الأهم والأكثر إثارة والأكثر جمالا، أعتقد بأنه بغض النظر عن مباريات منتخب بلادي، أعتقد بأنه هذه كانت الأفضل، لأن السيناريو الذي حدث فيها سيناريو غريب وعجيب لدرجة أنه ممكن أي واحد يصاب بالجنون لما يتبع سيناريو مثل هذا. تكون تفوق 2-0، يعدوا عليك 2-2، تفوز 3-2، يعدوا عليك 3-3، بعدين ركلات الترجيح. نعم، دامت 120 دقيقة، بالنسبة لي 140 دقيقة تقريبا، كان صعب علي أن أجد الكلمات لوصف هذا الذي شاهدته، ولكن كان استثنائي. فعلا يستحق ليونيل ميسي كأس حفيظ. أنا قبل المونديال كنت الأرجنتين، وقبل المونديال توقعت أنه ميسي نال أفضل لاعب، طبعا كان مجرد توقع ولكن صدق في نهاية المطاف، لأنه صراحة ميسي يستحق كأس العالم. اليوم رونالدو لن ينام وكيليان مبابي سيبكي كثيرا، وبدون شك نيمار سيتحسر على تضييع هذه الفرصة أيضا. لا، ولكن في نهاية المطاف سيدركون بأن ميسي يستحق. يعني لو سألت أي واحد فيهم تقول له اليوم من تريد أن يفوز بكأس العالم، يقول لك ليو ميسي. اللي يبكي ممكن مشجعين تاعهم بشكل أو بآخر، لأنه العاطفة نعم موجودة في الكرة، ولكن المنطق يقول بأنه ميسي يستحق أن يفوز بكأس العالم. حفيظ، ماذا حدث في تلك الدقيقتين؟ كيليان مبابي سجل هدفين في 97 ثانية، ماذا حدث بالضبط؟ لماذا خرجت الأرجنتين من المباراة وكيف عادت؟ تغييرات تعديشهم أولا صنعت الفارق، دخل نفس وروح جديد. ثاني، الأرجنتين أعتقدوا بأنهم فازوا رغم أنهم كانوا مركزين بشكل كبير، 7 أو 8 دقائق في نهاية المباراة، أعتقد أنهم يفكروا في التتويج في ذلك. وبعدين الفرنسيين عارفين بأنه ما بقى لهم ولا شيء، رموا بكل ثقلهم، ركلة الجزاء والهدف الأول طبعا حفزهم باش يسجلوا هدف ثاني، بعدين لما يكون عندك مبابي في جهة يصنع الفارق أيضا. ميسي في رأيك هل من الأفضل أن يعتزل المنتخب الآن أم يواصل؟ أنا أتوقع أن يعلن بعد نهاية المباراة بأنه لن يلعب مجددا مع المنتخب. أتمنى أن يعتزل لأنه ليس لديه ما يربح الآن مع المنتخب. نعم. بالنسبة لديدي ديشون، هل الآن وقت الرحيل؟ خلاص مش يرحل لأنه أخفق، لا، هو توج بكأس أوروبا وكأس العالم، وصل النهائي مرتين متتاليتين، لأنه فرنسا في حاجة إلى نفس جديد، عندهم جيل جديد طالع، هي في حاجة إلى نفس جديد، وفرنسا فيها مدربين ممكن يقودوا المنتخب. نعم. الصورة التي بقيت عالقة في ذهنك من هذه المباراة حفيظ، خاصة تتويج ليونيل ميسي ميسي لما عنق الكأس، هذيك أفضل لما قبل الكأس هذه أجمل صورة. نعم، شكرا جزيلا لك حفيظ، بارك الله فيك.